عسلامة على الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. نعرف اللي برشا عباد لايمات هذايا غطسة في الحلو نتاع العيد، هذاك علاش حبيت السنة نشارككم البريباراسيون نتاع حلو العيد نتاعي. أول حاجة باش نبدا بها السنة هي كعك الورقة بويسكي شد ليد، والليلة باش نخدمو مع بعضنا البات نتاع كعك الورقة. الحق نتاع ربي أنا نخدمها قبل بليلة باش ترتاح أكثر، باش تجيني للوندومان البات هشوشة وتساعدني حتى في الخدمة. خلينا نمشيو مع بعضنا للكوجينا باش نشوفوا اكثر كيفاش البريباراسيون. رجعت لكم من الكوجينا باش نخدموا مع بعضنا البات نتاع كعك الورقه، واللي هي فيها لانغريديون دو باز اللي هو الفارينه نتاع كعك الورقه. لازمها تكون فارينه سبيسيال نتاع كعك الورقه، وبيان كي باش تستعمل الفارينه العاديه لازم تنبعد تستعمل معها كولورون لو باش تجيك البات نتاعك بيضه. ثاني حاجه اللي هي الزبده، لازمها تكون عندك زبده بور كلاريفي، لازمها تكون الزبده مغليه ومصفيه، يعني تغليها. وقت تغليها في نار دافيه اول حاجه تعملها باش تخرج لك الليزيكوم اللي هي الكشكوشه البيضه اللي هو الحليب اللي موجود في الزبده هذيك. اول حاجه لازم تعملها لازم تنحي الزبده هذيك وتخلي كان الزيت. الفكره انه هو الزبده هذيك او الحليب نقولوا نحنا ياثر على البات نتاعنا ما تجيش بيضه، تجي مستصفره كي تيب على خاطر تتحرق. ثالث حاجه عندنا الموارد، بيان سور الموارد لازم يكون دافي شويه باش نجم تلم به البات. ثالث حاجه هي الملح، رشه الملح بيان سور بوسك البات نتاعنا ما نستعملوش فيها حتى نوع نتاع سكر، دونك باش يبدا فما جو لازم اموان نحطوا فيها بانسي نتاع سيل. دونك خلينا نبدا مع بعضنا الريسيت بتيت ابتي. باهي بيان سور اول حاجه نعملوها لازم الفرينه نتاعنا تكون مغربله. هنا انا استعملت 500 غرام دو فارين. وثاني حاجه باش تحط الملح، ديما الملح يقولوا انه لازم يتحط مع الماء مع الشايح في فرينه شايحه ولا اي حاجه باش ما يخليش دي تاش بلونش. لازم اول حاجه تعملها تمشي تخلط الملح هذاك باش تكون انكوربوري في وسط البات بعض ما يبقاش فما تروف. ثالث حاجه هو الزبده، كما قلنا نحنا زبدة لازم تكون كلاريفي، دونك لاستين تاعها كيما الزيت. أول حاجة باش نعملوها باش نبسو الزبدة. هوني أنا على 500 غرام فارينة استعملت 240 غرام زبدة. الحقيقة نتاع ربي أنا كي ذوبت 250 غرام زبدة، خاطر كي نحيت البتيلي نقصت الكونتيتي نتاع الزبدة. كيما تشوفوا لهنا قاعدة البات تتلملم بشوي بشوي، لازمك تبسسها مش باش تعجنها كأنك تخدم في بات بريزي من الأول بالكل هكا اون ديغي سبلاش. فوالا اون فوا كملنا السبلاج نتاعنا الزبدة ذابت في وسط الفارينة نتاعنا. اخر ايتاب نعملوها هي الزيادة نتاع الموارد. الموارد كيما قلت لكم لازم يكون تيد شوية باش ما يعطيش على البات نتاعنا. ثاني حاجة هنا استعمل عينك ميزانة كيما نقولو فيها، باش تصب الموارد تبدا تصب السياسة وتلم البات. انت تبدا تصب هكا تلم البات نتاعك بيان سور بصوابعك، ماكش باش تعركها ماهيش عجينة نتاع ملاوي. تقعدوا تلموا الفات لين تولي هوموجين متماسكة بالبدا بيانسيغ. تحسها مزال شايحة شوية تزيدها شوية موارد. فوالا قعدت نزيد في الموارد حتى كشتي ولات لي حكايه البات. اون فوا تولي البات ملمومه كلها كعبوره واحده تنجم تستغنى على الصحفه وتستعمل الرخامه باش تعجنها. فوالا دونك بالنسبه للعجنين، بالنسبه للبات نتاعنا ماهيش باش تكون عجنين بالكفه نتاع اليد، باش يكون عجنين بالصوابع. الفكره انه نحنا ما لازمهاش البات تتقطع، دونك تعمل هكا. احنا الاوبجيكتيف نتاعنا في العجنين هذا انو البات نتاعنا تولي سوبر اكسر فقط، مش باش توصل للعجنين. نقعدو هكايا نعجنو البات نتاعنا حكاية 10-15 دقيقة لين تولي كلها سوبر.
فوالا دونك بعد 10 دقائق عدنا البات نتاعنا ولات ليس ولات سوفل دونك توا شنو باش نعملو باش نخليوها ترتاح ساعتين ونرجع لكم. ورجعت لكم بعد ساعتين البات نتاعي حضرت بردت وارتاحت كوم الفو دونك ليتاب الجاية نتاع البات نتاع كارت الورقة هي التبييض. البروسيدور نتاع التبييض لازم أول حاجة نعملوها نحضرو ماء مغلي، هذا ماء غليتو حطيته هوني في الصحفة. جست الفكرة أن نحن نهبطو البات نتاعنا entre 3 et 5 secondes juste في الماء هكايا ومن بعد هزها حطها على الخامة ونخدمها. راه هذي كيفاش نخدموها. الأوبجيكتيف نتاعنا هو التبييض دونك باش نعرفوها هكا وهي تبدا في الكولور نتاعها. نسلوغ على قد ما تبدا البات نتاعنا مرتاحة على قد ما طوعنا في الخوسيدور هاذيا اللي هي أبو ديليكات. توا نعملو هاذيا البوم تاع اليد نفدو البات نعملوها هكا ترجعها تعمل هكا هنا هكا حاجتين عمل بروح انو البات تقعد رطبة وانو تولي اوماجين مع الماء السخون اللي زادها واللي بشي يخليها اكثر بيوضية ويخليها شوشة على الاخر. فلا من فا حسيناها البات عادت رجعت بردت ورجعت اوماجين كلها نفس اللون كما هكا نعود رجعها للمرة الثانية في الماء السخون كالعادة entre 3 et 5 secondes. البروسيدور هذايا نعاودوها دو فوا جوست مرتين هكا. الفكرة نتاعنا انو وبيان سور هذايا من لاست بلوس قبل نقولو اللي هي من الحاجات اللي تخلي البات هشوشة لكن انا نجربها فقط الوقت مي بون ما تخافوش منها البات كي تبدا تلصق في الخامة خاطر يوفا انتقاد تلم فيها وهي ولي ترجع تتلم الكل مع بعضها. لما تجست من الأول بركة هكاكا خطر ما يسخون كمان ومن بعد تشتي بعضها وتولي كلها أمجل. ينفع بدأ تتشد نرجع نفس لاستوس بالبوم تاليد البات نتاعنا ديجا تحسها في يدك ولا تسوبل اكثر ولا تليس اكثر ديجا وبيان سور حتى في اللون تبدلت. فوالا دونك البات نتاعنا حضرت ما بقى كان باش نلفها في السيلوفان ونبيتها ليلة في الفريجيدير والا فما الناس اللي تبدا مزروبة تنجم تستعملها في ليلتها لكن او موا تخليها مينيموم ساعتين ولا ثلاثة سوايع ترتاح بعد ليتاب نتاع الماء السخون باش تنجم تكون طوعكم البات اكثر. رجعت لكم مع بعضنا باش نخدمو عجينة اللوز اللي تحط في وسط كعك الورقة. اول حاجه باش نعملوها باش يكون اللوز مرحي، ما تشريوه مرحي حاضر ولا ترحيوه اما لازم يكون مغربل دونك تكويد هكا ما هوش شي باش يطوعنا من بعد في خدمه كعك الورقه. لازم نزيد ماء ورد وبيان سور السكر المحاور. هنا سكر محاور بالنسبه لي انا خدمت 250 غرام لوز عليهم 50 غرام سكر محاور. فما ناس تحب تزيد اكثر فما ناس
يساعدها هكاك على السكر. دونك اول ايتاب باش نعملوها باش نغرب السكر المحاور باش ما يخليناش كعابر في وسط الدوس. على فكرة انكم ما يزبكمش تخليوا الكعابر هذو. ثاني حاجة لازم تخلط اللوز مع السكر قبل ما تبدأ في زيادة الموارد. لهنا انا الجوم في الرصيد نتاعي استعملت موارد، اما فهم برشا عباد يحبوا يستعملوا النسري، وانا لهنا النسري مش موجود مش متوفر بحذايا، دونك استعملت موارد اللي هو زيت بنين وفاور. هكايا تخلطت اللوز بكله تخلط. دونك ما يبقى لنا كان ان نزيدو الموارد بس ياسا ونخلطو اللوز. بيان سور ما نصبوش كونتيتي كبيرة، لازمنا بس ياسا هكايا ونعملو هكا بصوالانا. ما نعجنوهاش، تعرفو اللوز كي صايب الزيت نتاعو ما عادش نجمو نفضلها معاه. ولا بعد ما حضرنا البات نتاع اللوز لازم تكون هكا. الحاجه لازمنا نعملها نغلفوها بالسيلوفان باش ما يشيحش، تعرفوا اللي اللوز كان يشيح صحيح ما عادش نقدر نخدمو بيه. دونك ليتاب هذايا فما ناس تعملها فما لا، بالنسبه لي انا نخدم بالميزان، معناتها نقص الكونتيتي نتاع اللوز نتاعي نقسمها على دي بودا 15 غرام ومن بعد نخدم على روحي كعبات كعك الورقه. دونك ليتاب اللي توا باش نعملها هي اني انا باش نوزن اللوز 15 غرام. هنا 15 16 نعملها هكا ونحطها خيسك على قد البومه نتاع يدي هكا. نحطهم بيان سور في صحن ونحط نعملهم الكل كيف كيف نفس الطريقه. فوالا هكا ما تحضرت البودا نتاعي الكل وزنتهم وحليتهم كما قلت لكم بريسك على قد العرض نتاع البان نتاع يدي. جبت البات نتاعي اللي هي بيتها من البارح في الفريجيدير مرتاحة على الاخر كما تشوفوا التكستور نتاعها رطبة برشا وبيضة رغم اللي ما استعملناش كولورون. أول حاجة باش نعملوها باش نحلو البات نتاعنا باش نحط فيها البودا. دونك نحسو كونتيتي من البات شوية. إيه لهنا البات لازم تكون جويدة بالكدا. توصل تشوف الرخامة هي هذيك كيما نقولو نحنا القمارة باش تعرف اللي هي البات نتاع كعك الورقة تحرط مليح. كيما تشوفو لهنا البات توعدنا مليح فوالا ولات ترونسبارون. أول حاجة لازمكم تنحيو لي بافوار هذو الحاجات الزايدين باش تنجم تقيس. أنا لهنا نقيس بال باكو الخميرة بيان سور بالمومون هاي الميثود كلاسيك هذاك علاش تعجبني. أما زادا لازم تكون بريسك على قد البودا. ناخد البودا نتاعنا هكا نخدمها شوية شوية سكينة صغرونة نلصق البات في البوردور نتاع البودا. تبدا تدور بس ياسا، انا لهنا باش ندور دورتين. دونك تبدا تدور بس ياسا ما تخليش هواي في وسط الكعبة. هذه الدورة الأولى وهذه الدورة الثانية. نقصو الكعبة نعملها هكا
تفتش الخط متاعها ما بينش برشا بعض. لا هذه اللي تاكلوا لنا متاع كعك الورقة قبل القفلة متاعها. دونك توا اللي باش نعملوه باش ناخذ الكعبة باش نلموها شوية من هنا هكا، ومن البارتي الأخرى باش نحاولوا نحلوها كيما نبوق. نسيو تقعد ليتاب الاخرانية اللي هي التسمية. هنا انا نصنع طرف زيت زيتون، بلوتو مش زيت زيتون، طرف زيت عادي ومعاه طرف ماء ورد ولا ماء نسري، انتما وشنايا تحب. لهنا تاخد الكعبة تبدا تصنع فيها بشوية باش تنحي التسكيرة هذيك. حاول تحافظ على تكستور تاع كعبة كعك الورق، تخرجها كيف في الاخر بيان سور تحطها في الطبق نتاعك اللي هو قبل كل شيء يبدا فيه ملوطة فارينة، ومن بعد تحط فيه البابي كويسون باش ما باش البات ما تحمرش. من بعد تحط كعبة البوشون نتاعك. بيان سور فما ناس ما تستعملش البوشون. فوالا انا توا باش نحاول نكمل الكعبات الاخرين ونوريكم الفينيش. ولا كملت حضرت كعبات كعك الورقه نتاعي في الطبق، فسنيتهم وحطيتهم. حطيت دي بوشون كما قلت لكم من بكري، تنجموا ما تحطوش دي بوشون خاطر مش بالضروره. جوست حاجه بركه باش ما تحمرش كعبه كعك الورقه مربوطه، لازمكم تحت الكابي كويسون تحطوا شويه فرينه باش تفو هي الشاك نتاع السخانه. توا مقعد كي نحطوا كعك الورقه في الفور التياب في 150 اونتر 10 11 دقيقه، ديما انت عينك ميزانك وديما ثبت في الفرن تاعك خاطر كل فور كيفاش يخدم. نتقابلوا من بعد باش نشوفوا الريزلتا فينال. ولا هذا الريزلتا نتاع كعك الورقه بعد ما طاب، قعد لي الحقيقه 11 دقيقه بالضبط في الفور في 150. دونك تو ما قعد كان تستناو حتى كشلين يبرد باش تنجموا تنحيوا لي بوشون وتقلعوه. بيان سور الكعك الورقه لازم يكون ابيض هكا، ما لازموش يحمر في الفرن. فوالا جوست قعد كان البريزونطاسيون. ان شاء الله تكون عجبتكم الغوسيت، ونتقابلوا في برشا ريسيتات اخرين. ميرسي.